إلى أي مدى ممارسات تلك الجماعات الإرهابية أثرت في نفوس بعض الشباب ليس فقط في مصر وإنما على مستوى العالم العربي وتسببت في زيادة نسبة الإلحاد أو إنكار الأديان بشكل عام؟ نعم، تحية طيبة لسيادتك وللسادة المشاهدين. هذه حقيقة، يعني هناك علاقة كبيرة جدا ما بين التطرف والتشدد وما بين الإلحاد، يعني على ظهور الإخوان، ظهور أعمال الإخوان الإرهابية، ظهور تنظيمات شريكة للإخوان مثل داعش كان لها رد فعل مساوي بنفس الطريقة، وهو على الناحية الأخرى وهو الإلحاد وهو إنكار الدين جملة وتفصيلا، لأن هذه الجماعات وهذه التنظيمات شوهت الدين بالجملة. يعني عندما تتحدث هذه التنظيمات على جواز العنف، على جواز قطع الرقاب، على جواز الحرق، على جواز القتال للجيوش الآمنة وللشعوب، أنت تتحدث هنا عن جماعات تشرع ما تريده لتحقيق أهداف خاصة بها بالدين. على النقيض تجد إنكار لهذا الدين على الناحية الأخرى بعد هذه الأعمال. وفترة حكم الإخوان، يعني السنة التي حكم فيها الإخوان في مصر، أعتقد أنها كانت سنة فاصلة وسنة حاكمة، يعني انتشرت فيها موجة الإلحاد بشكل كبير جدا على الناحية الأخرى. طيب، الأعمال التي قامت بها الإخوان وحليفتها هي أعمال منافية للإسلام جملة وتفصيلا، وهم يقومون بقاعدة العمل يعني يقومون لهم أهداف عملية معينة من أجل الوصول إلى كرسي الحكم، فهم ينظرون فيما بعد ويبحثون عن الأدلة من بطون الكتب ومن كتب التراث يدللوا على أفعالهم الإرهابية، ومن هنا شوهوا الدين بهذه الطريقة. طيب أستاذ ماهر، يعني على مدى عقود تعودنا من هذه الجماعات بشكل عام أن لها خطابين: خطاب الداخل تحاول به شحذ الهمم والتلاعب بعقول الشباب والتلاعب بعقول عامة الناس، وعلى الجانب الآخر خطاب خارجي تحاول أن تقدم نفسها للعالم الخارجي وكأنها جماعات منفتحة ولا تقبل بالعنف. إلى أي مدى نحن بحاجة إلى تفنيد هذا الخطاب وشرح ملامح هذا الخطاب، ليس فقط أمام الداخل هنا في مصر أو في كافة الدول العربية، وإنما أيضا أمام دول العالم الخارجي؟ نعم، هم لهم خطابان بالفعل، لهم طريقة مزدوجة. الطريقة الأولى هم يخاطبون الخارج بأسلوب، يخاطبون شبابهم بأسلوب آخر، يخاطبون الشعب بأسلوب ثالث. هذه الطريقة الإخوانية، يعني لهم خطابات متنوعة وخطابات مختلفة بنفس الطريقة، يعني بنفس الطريقة أن الإسلام دين واحد، لكن هناك خطابات متنوعة للإسلام. ستجد أن هناك خطاب إخواني، ستجد أن هناك خطاب داعشي، ستجد أن هناك خطابات متنوعة. هم لهم طريقة في تقديم هذا الخطاب، يعني سواء خطاب الدين أو سواء الخطاب الخاص الإعلامي الخاص بالتنظيم. طبعا نحن نعلم أنهم يقدمون أنفسهم للغرب على أنهم يستطيعون احتواء التنظيمات الإرهابية مثل داعش، أنهم جماعة معتدلة، جماعة وسطية، أنهم جماعة مضطهدة مظلومة. في الداخل يواجهون شبابهم ويقدمون أنفسهم على أنهم جماعة نزعوا من الحكم، وأنهم جماعة مظلومة، وأن على هؤلاء الشباب أن يحموا قياداتهم. وفي الناحية الثالثة يقدمون خطابا للشعب دائما يسمى خطاب المظلومية، طوال الوقت يلعبون على عواطف الشعب أنهم مظلومون، ويحاولون تشويه أي تشويه الصورة للنظام القائم، ويحاولون تشويه صورة الأعمال التي تقوم بها الحكومة المصرية. تمام، وصلت الرسالة، بشكرك شكرا جزيلا.